السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس عليكم؟ صافاش اخباركم؟ كيف الحال والاحوال؟ وتوحشتكم بزاف بزاف بزاف، وشكرا لجميع الاخوات والصديقات اللي تواصلوا معايا. اللي اول مرة تتشاهد القناة مرحبا بك، والف مرحبا بقناة منتدى ام سيرين الخاصة بالام والطفل، نصائح وفلوغات وكل ما يهمك سيدتي ان شاء الله غادي يكون متوفر في القناة ديالي. اذا تحت الطلب الشديد لعدد كبير من الاخوات اللي طلبوا مني نتحدث على موضوع الاكتئاب ما بعد الولادة، نهضر لهم عليه وكيفاش نعرفوه، اشنو هما الاسباب ديالو وطرق العلاج وكيفاش تكون الوقاية. تشكل عملية الانجاب او الولادة مرحلة مبهجة لا تنسى، لكن التعب والارهاق الشديد اللي تيصاحب المرأة من بعد الولادة تيظهر عليها في الأسبوع الأول من بعد استقبال المولود الجديد، وكذلك الحالة النفسية عندها علاقة جد جد قوية بهذه الحالة. هذه كتظهر عليها واحد تغيرات جديدة فيما يخص مولود جديد، تعب شديد، وكذلك الإرهاق والتعب ديال فترة الحمل تيعود وتيرجع عليها من بعد الولادة، وهنا فين تتقدر أنها النفسية ديال المرأة تدمر بواحد الشكل جد عويص، وتدخل في مرحلة الاكتئاب اللي هو كاين اكتئاب تبدأ بالتدريج، يعني يقدر نبدأ بالبكاء والزعل والغضب، وغادي ندخلو في الاكتئاب الحد إلى ما حاولناش نتفاداو ونتخلصو من هاد البكاء وهاد الحالة المزرية الأولى اللي تنطحو فيها من بعد الولادة. اذا اليوم ان شاء الله في هذا الموضوع غادي نتعرفوا على جميع النقاط المهمه اللي كتبحثوا عليها وكتقلبوا عليها في القناه ديالي ان شاء الله، باش نخرجوا سالمين من هذه التجربه هذه ما بعد الولاده. ودائما ان شاء الله تفرجوا في لي فيديو ديالي ويعطيكم الطاقه الايجابيه باش ما يكون لا اكتئاب ولا غضب ولا زعل، وتكون ان شاء الله الفتره ديال الامومه جد جد نشيطه وسعيده ان شاء الله، الا درتوا معايا يد في يد وعملتوا بهاد النصائح هذه باش تفاداو الاكتئاب الحاد ان شاء الله الرحمن. من بعد الولاده المراه تدخل في حاله نفسيه جديده، كثره البكاء، الخوف، افكار يعني وتقلبات مزاجيه وانفعالات تظهروا على النفسيه ديال المراه من بعد الولاده، وهنا فين كندخلوا في بدايه ديال الاكتئاب اللي كيتسمى ديبريسيون بوست بارتوم. الاكتئاب ما بعد الولاده تظهر ما بين اليوم الرابع واليوم العاشر من بعد الولاده، سواء كانت طبيعيه او قيصريه، يعني في هذه الفتره هذه مباشره من بعد الولاده تظهر هاد التغيرات على المراه وهاد الافكار وهاد الوسواس، وكتبقى تفكر باللي الجسم ديالها تغير، حياتها تبدلات، البكاء ديال الصغير ديالها تيزعجها، هادشي هذا كامل تيخلي المراه انها تدخل في اكتئاب حاد لان التفكير ديالها رجع سلبي 100%. تعتبر هاد الظاهره هذه ظاهره طبيعيه لانه تيكثر عندهم الصداع والبلبلة والنسيان والانفعال والتهور وتقلب في المزاج. هنا المرأة كتدخل في الديبريسيون شوية بشوية، وإلا ما عرفاتش كيفاش أنها تتعامل معاه وتخرج منه بسهولة وبسرعة، من بعد غادي نضطروا باش نمشيو عند الدكتور الخاص، الدكتور النفسي. كنت نقول لكم الخاص بالنساء والتوليد، قوت لي دائما تنقول لكم هذه الجمله هذه. غادي تضطر انها تمشي عند الدكتور النفسي باش دير حصص وتعالج. وعلاش حنا غنوصلوا حتى لهاد المواصله هذه وغادي نخربقوا حياتنا بالافكار السلبيه والستريس والتوتر والبكاء؟ المراه خاصها قبل ما تولد تهيئ النفس ديالها مزيان وترتب الافكار ديالها، وغادي تكون عارفه راسها انها مقبله على حياه جديده واللي غادي يكون فيها ستريس، لكن هذا ستريس فيه انواع خاصنا نعرفوا نتعاملوا معاه في حياتنا كامله. مع الاسف الهضره تتكون سهله، لكن الواقع حاجه واحده اخرى. احنا دائما نركزوا على الطاقه الايجابيه
ونبعدوا من الافكار السلبيه، وكذلك نبعدوا حتى من الناس السلبيين اللي تيحاولوا ياثروا علينا في الحياه ديالنا. نتعاملوا فقط مع الناس الايجابيين، وما تنساوش الاستعانه بالاهل وبالزوج في الفتره ما بعد الولاده. المراه فاش تحس براسها انها فقدت التوازن في الحاله النفسيه ديالها، هنا خاصه قبل ما تدخل في الاكتئاب الحاد تحاول انها هي اللي تعاون راسها براسها وتخرج راسها من هذه الدوامه ديال الهم والغم والبكاء. علاش؟ لان ديك المولود الجديد هو في امس الحاجه الام نشيطه وسعيده وفرحانه، لان اي احساس تندوزوه للبيبي ديالنا سواء قبل الولاده يعني في البطن ديالنا او ما بعد الولاده. وحتى تنقولوا المراه الا تفقصت في النفاس راه ما تيبقى لهاش الحليب، وما خصنا شيء نرضعوا البيبي ديالنا حليب الفقصه. هذه المعلومه راها معلومه وصحيحه. الفتره ديال النفاس هي فتره ديال الراحه ديال المراه، خصها تعوض كاع ديك التعب والارهاق والتوتر اللي مرات منه والخوف الشديد، خاصها تعوض هادشي كامل بواحد الجو يكون اول حاجه الجو في البيت يكون يعني مهد. الزوج ديالها يساعدها، الاهل الاحباب يحاولوا يخرجوها من ديك العالم ديال الالم وديال البكاء وديال ديال ديال الخوف اللي مرات منه، وتكون دائما الفرحه والسرور والطمانينه في البيت ديالها، يطمئنوها، تكون المساعده. اغلب النساء اللي تيدخلوا في اكتئاب هما اللي تيكونوا في الغربه او والدين بوحدهم او ما عندهمش شي طرف او شي حد يعولوا عليه من بعد الولده، لان تيكثر الشغال، تيكثر البكاء، تيكثر كاع داكشي اللي نتوما عارفينه، يعني السهر بالليل، تمارا، خص البيبي خاصو يرضع، تبدا لي كوش بالليل، تيمرضوا لنا الوليدات ديالنا فاش كيخلقوا يعني حياه جديده. و 99% من الامهات الجدد هما اللي تيعانيو من هذا المشكل، اما الام اللي والده ومعاوده ما كتكونش كدوز من هذه الفتره هذه، لان صافي خلاص هي راها تعودات وعارفه شنو جاي وما خايفاش من ترابي ومن سهر الليل. منين كاين هناك نوعان، كاين النوع الاول وهو الكآبه، والنوع الثاني هو الاكتئاب ما بعد الولاده. اذا هما الاعراض ديالهم متشابهين، ولكن كاين اختلاف: تقلب المزاج، كثره البكاء، الغضب، تدهور في الصحة ديال المرأة، الخوف الشديد يعني الغضب الشديد، الانفعال. كذلك المرأة كتولي عندها صعوبة في النوم. علامة ديال الاكتئاب هو الفياق بالليل. المرأة الليل كامل كيدوز عندها كيف ما تنقولوا ليلة بيضاء. يعني أعراض الكآبة شوية سهلة ويمكن الخروج منها بسرعة، لكن اعراض الاكتئاب الحاد ما بعد الولاده هو اللي صعب وصعب جدا. اذا هاد الاعراض انا غنقولهم لكم والمراه ترد بالها منها. من فوا تحس براسها باللي بدات تدخل في هاد الاعراض تحاول تخرج راسها بسرعه قبل ما توصل الله يسر للحاله المزريه من الاكتئاب ما بعد الولاده. اولا الشعور بالاكتئاب وتقلب المزاج المفرط. ثانيا عندنا البكاء الشديد وعدم التعلق بالطفل. الام كتنفر الطفل ديالها في حاله البكاء ديالو، ان فوا تيبدا يبكي ما كتبقاش باغا ترضعو او تهزو او تحمل فيه الشوفه. كذلك صعوبه في النوم بالليل وفقدان الشهيه بالمره، ما كتبقاش عندها الشهيه وما حملاش اصلا ديك الفكره انها خاصها تاكل باش ترضع البيبي ديالها. الابتعاد عن الاهل والاصدقاء، المراه كتبقى باغيه تبقى غير بوحدها سد عليها. تعب البالغ او فقدان الطاقة، عدم الاحساس انها غتكون ام جيدة، كتبقى تجيها الشعور ديال عدم ثقة في النفس. دائما البكاء يعني جميع الافكار السيئة كتجي للمرأة من بعد الولادة فاش كتكون عندها فاش كتكون داخلة في الاكتئاب الحاد. المرأة كتبقى تجيها نوبات ديال القلق والخوف والهلع، واخطر نقطه المراه كتبقى تفكر باش انها تأذي البيبي ديالها. هنا فين كنوصلوا لا قدر الله النقط السوداء من الاكتئاب. واخر نقطه وهي
محاولات الانتحار. المرأة خاصها قبل ما يجيوها هاد الأعراض كاملة، خاصها أولا بد من استشارة الدكتور النفسي، ولا بد في أقرب وقت شي واحد ما يكره يوصل لديك الحالة ديال الاكتئاب. كتكون ظروف ولا كتكون حالة نفسية قبل، أو المرأة مرات موحد للحمل اللي هو جد متعب أو فيه المشاكل مع الزوج أو مع عائلة الزوج أو مع عائلتها هي بالذات، وهادشي كله داز وأثر عليها. هادشي علاش دائما من نهار نحملو نحافظو على الطاقة الإيجابية، نشوفو الناس الإيجابيين في حياتنا، نديرو أي حاجة حنا تنرتاحو فيها، نلعبو الرياضة، نسمعو الموسيقى، نقراو القرآن، نديرو لي زاكتيفيتي اللي فيها النشاط اللي كتفرح على القلب ديالنا. المرأة فاش غتولد ما غاديش تكون عندها ديك الطاقة اللي هي إيجابية باش تستقبل البيبي ديالها وتربيه وتقابلو وتسهر الليل. لا، علاش؟ لان صحتها مشات مع البكاء. غادي تدخل في واحد موه جديد، غتبقى تسهر الليل، البيبي ساعه ساعات يبكي حتى هو تيكون مقلوب عليه النعاس، تيكون عنده الحرك في الكريشه ديالو. هادشي كامل، هاد العوامل كلها كتكون سبب باش المراه تدخل في الاكتئاب، وبعد المره كتكون هي السبب يعني باش كتدخل في هاد المشكل هذا وكتاخذ الذنوب على راسها، وبعد المره المحيط ديالها ولونطوغاج ديالها هو اللي تيكون السبب. اذا المراه الحامله نحاولوا نفوجوا عليها، نحاولوا نشطوها، نحاولوا نعطيوها كل حاجه زوينه، حتى حنا بالاجر ديالنا راها كتكون المراه ضعيفه وماشي بيديها. الله يحسن العوان، حياه جديده، الالم، التعب، هادشي كله تيأثر على المرأة بشكل كبير 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 كبير، انا نتأكد عليه، وكتضطر مسكينة تدخل الاكتئاب. دائما نكونوا فرحانين، نكونوا حافظوا على الابتسامة، حافظوا على الرشاقة. المرأة من بعد الولادة ما تهملش راسها، ديها في راسها الاستحمام الدائم، النظافة، الأناقة، الجمال، الميك اب، كل شيء الحمد لله متوفر عندنا في البيوت ديالنا. حاولوا نحافظوا على الطاقة الإيجابية. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا من هذا الموضوع هذا، وكنتمنى حتى وحده ان شاء الله ما تقول لي راني انا دخلت في اكتئاب او عندي اكتئاب. نبغي كاع الحوامل ديال القناه ديالي، الصديقات ديالي، صحباتي، خواتاتي، نبغيكم كاملين ان شاء الله تكونوا فرحانات ونشطات، ويكونوا الاسئله ديال الاسئله العاديه ديال الحمل والولاده، وما يكون حتى شي سؤال عنده علاقه بالفقصة والقهرة. ان شاء الله ربي يسهل عليكم ويعطيكم وقفة سهلة يا ربي كاملين، واللي مازال ما جربات احساس الامومة ربي يسهل عليها في القريب العاجل، واللي عندها اي سؤال على اي موضوع مرحبا والف مرحبا، واللي دخلت في هذه الحالة ديال الاكتئاب الله يشفيها، وراه اي حاجة عندها العلاج. كونوا متاكدين باللي راه واخا لا قدر الله كتب عليكم مكتب راه غتخرجوا منه، غيبقى هادشي غير معاوده، ولكن خاصكم تعاونوا راسكم براسكم. تلقاو ان شاء الله في موضوع مقبل اللي زوين بزاف وغتستافدوا منه الحوامل كاملين. غادي نقول لكم كيفاش خاصكم تنفسوا وتزحموا نهار ديال الولده. خليكم في الانتظار، وما تبخلوش عليا بالتشجيع ديالكم للقناه وبالبارطاج مع الصديقات ديالكم الحوامل والامهات اللي ممكن يستافدوا من المواضيع ديالي. طولت عليكم، ولكن ما عندي ما ندير، كنبغي نوصل المعلومه مزيان 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 بالشرح الدقيق. امسيه سعيده، ونتلاقاو ان شاء الله عما قريب، وهاد المره ما غاديش نغبر عليكم بزاف الا كتب الله وبقينا على قيد الحياه. مع السلامه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.